يقول إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر بعد قراءة الفاتحة يسرعون بقراءة سورة بعدها، ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك من الأئمة، وماذا على المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين؟ أما الأئمة الذين يصنعون ذلك ولا يسكتون بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها، فيمكن أن يكون ذلك الفعل منهم صادرا عن جهل أو عن علم، فقد يكون عن علم، وذلك لأن حديث سمرة في إثبات السكتتين، ومنها وإحداهما بعد قراءة الفاتحة، اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من رآه صحيحا وعمل به وقال إنه يشرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، والسكتة الواردة سكتة مطلقة ليست محددة كما حددها بعض الفقهاء بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، وإنما هي سكتة مطلقة للفصل بين فرض القراءة ونفلها. ومن العلماء من لا يصحح الحديث ويرى أنه ينبغي وصل قراءة ما بعد الفاتحة بها، ولا يمكن أن نحجر على أحد ما أداه إليه علمه بعد النظر والاجتهاد، لكن الحديث فيما نرى حجة، وقد أثبته الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السكوت. هذا بالنسبة للإمام، أما بالنسبة للمأموم فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ على القول الذي نختاره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فانصرف وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وهذا ظاهر في أن المأموم يقرأ حتى في الصلاة الجهرية، لأن هذه صلاة الصبح وهي صلاة جهرية، فهذا الحديث واضح في أن المأموم يقرأ ولو كان إمامه يقرأ، ويشهد له عموم الحديث السابق الذي أشرنا إليه. نعم. فعلى هذا نقول للمأموم اقرأ الفاتحة، إن أكملتها قبل أن يبتدئ الإمام بقراءة ما بعدها فذاك، وإن شرع الإمام بقراءة ما بعدها قبل إكمالك لسورة الفاتحة فاستمر عليها حتى تكملها. بس أنا شيخ محمد أرى أن من الصعب أن يقرأ المأموم الفاتحة والإمام يقرأ، لأن هذا قد يحدث لخبطة في القراءة وتكون القراءة غير صحيحة أيضا، لأن هذا المأموم يقرأ سرا والإمام يقرأ جهرا. نعم. أرجو أن تكون من في جواب في كلامك من الصعب للتبعيض لا لبيان الجنس. نعم. فهي كما قلت تصعب على بعض الناس القراءة والإمام يقرأ. نعم. ولكنها على بعض الناس لا تصعب، ويمكنه أن يقرأ والإمام يقرأ، وهذا شيء جربناه. نعم. لكن بالنسبة الذي تصعب عليه بالنسبة يحاول أن يقرأ. أحسنتم.